اهلا بيكم النهارده في متحف اوكلاند وجزء خاص بالحضارات القديمه اللي معمول فيها سيكشن خاص للحضاره المصريه. هندخل مع بعض دلوقتي نشوف ايه اللي موجود في متحف اوكلاند في نيوزيلاند من الحضاره المصريه. في حضارات تانية كتير هنا، بس في جزء خاص بالحضاره المصريه، وكمان في موميا مخصوصه في المتحف في اوكلاند في نيوزيلاند. هنا ايجيبت اند نايل فالي. هنا بيقول لك الحضاره المصريه وكانت قصادها ايه في الحضارات الثانيه، يعني هنا في الحضاره الاشوريه، الحضاره اليونانيه، الرومانيه، وقصادها كل اسره من الاسر بتاعه الحضاره المصريه. نيجي بقى عند الموميا اللي موجوده في متحف اوكلاند. الموميا اسمها تاسجمت، او تقريبا معناها هي ست البيت، لست عمرها من 20 ل 30 سنه. الموميا من فوق شكلها، الموميا عمرها من 20 ل 30 سنه، جت نيوزيلاند في متحف كرايست تشيرش سنة 1888. هو بس في ناس بيقروا الكلام عليها، فأنا دلوقتي هوريلكوا الكلام، بس إن هي جت سنة 1888 في نيوزيلاند في متحف كرايست تشيرش، وبعد كده انتقلت إلى أوكلاند، متحف أوكلاند سنة 1958. هنا جزء كمان من الحضارة المصرية. كانت عايشة في مدينة أخميم في صعيد مصر. أنا برضو جزء من الحضارة المصرية. هنا موميا لقطة ونسر، وهنا دي برضو حاجات تانية، وهنا شوية مجوهرات أو إكسسوارات وتماثيل صغيرة. هنا في تمثال صغير لسيدة بترضع طفل صغير، طبعا كل ده مكتوب عليه الكلام بالانجليزي طبعا كله، عشان يقول لهم ايه بالظبط اصل كل قطعة. طبعا في تماثيل صغيرة قوي. طبعا في ناس كتير عماله تتفرج على او تقرا ايه الموميا بالظبط. هنا جزء تاني من الاواني الفخاريه في مصر. هنا إناء مصري من الفخار، وهنا برضه حاجات تانية. تماثيل. هنا الكلام اللي على الموميا. ماتت في عمر من 20 ل 30 سنة. بيشرحوا بقى اكتر هي كانت من انهي اسره وكده. موجود برضو كلام عليها. هنا طبعا التفاصيل على الموميا وكانت عايشه فين. هنا دي الموميا كانت عايشه في مدينه اخميم.
الموميا اسمها دي سجلت. كانت من سنة 800-500 قبل الميلاد. هنا في لوحة موجودة في المتحف برضو، هنا بيقول لك دي كانت موجودة منين او لقوها فين. كانت لقوها في المنطقة دي. هنا مامي بورتري من الخشب. دي كمان الفازة دي موجودة هنا برضو ورا. لقوها فين؟ لقوها في سقارة. وكمان الخاتم ده موجود في المتحف. لقوه فين؟ أمارنا العمارنة الخاتم ده. كمان النكلس ده أو العقد لقوه هنا. مطمار نكلس. وهنا كل قطعة قايلين إن هي جاية من أنهي مدينة في مصر. بجد حاجة تشرف جدا ان في نيوزيلاند ان يكون في اهتمام بالحضارات القديمة ومنهم حضارة مصر. وكاتبين بقى معلومات كتير عن الأسر المصرية القديمة وما يقابلها من الحضارات التانية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو في متحف أوكلاند والحضارة المصرية في نيوزيلاند. شكرا لكم.